انضم إلينا في الاستوديو الخبير في تقنية المعلومات والويب 3 أيمن عيتاني. أهلا فيك معنا أيمن. يعني لبلش دغري معك برسالة ماسك لموظفينه وأنه في توقعات أو عم بيحذرهم من إفلاس، احتمالية الإفلاس. ماذا يريد ماسك من هذه الرسالة؟ هلا ماسك اللي عم بيعتبره انه حيكون في 2023 مشاكل ماديه كبيره على صعيد عالمي من ضمنها تويتر، وتويتر مردوده عم يكون من الدعايات. فالمؤسسات التجاريه يلي عند اذا صار في مشاكل بالعالم، مشاكل ماليه، هالمؤسسات ما حتدفع دعايات مع تويتر، فتويتر ما حتقدر يكون عندها مردود اذا هي متكله على هالمؤسسات. وهو برايه شو البديل لازم يكون؟ هو البديل يعني هو عم بيشد بكل شيء على يدفع واحد اشتراك شهري، يعني تقريبا 30 درهم بالشهر كمستخدم، يعني انا انت غيرنا، يعني بيكون في يعني ملايين من المستخدمين عم يدفعوا، بيقدر يغطي المدخول على القليل اللي هو هدفه، على القليل نص المدخول تبع تويتر يكون من الاشخاص يلي مستعدين يدفعوا هالاشتراك الشهري. والافلاس يعني هو عم بيحضر لقدام، وشوي تخويف شوي اكثر، يعني هلا عم بيعمل نفضه مع الموظفين والتقنيه وكل شيء، تسريح موظفين وهيك. طيب في حديث مثل ما ذكرنا عن تطبيق جديد المنسحبين من تويتر عم بيروحوا عليه اللي هو ماستودون، ليه ما سمعنا عن هالتطبيق من قبل؟ وشو هو بالضبط هذا التطبيق؟ وشو يعني اللامركزيه، يعني نظام المركزيه، وكيف نحن كمستخدمين ممكن نستفيد من هذا النظام؟ هلا دائما اذا الواحد منه مرتاح بمنصه دائما بيقول لك انا بدي اترك واتساب رايح على محل ثاني، انا تارك انستغرام رايح محل ثاني، دائما الحكي وكله يعني بيرجع لانه الاساس اللي مرتاحين فيه وكل الناس عليه. صعب لما تروح على مكان ثاني، يعني اذا في مطعم حلو بنروح عليه دائما وكل الناس هنيك، رحنا على مطعم ثاني ما فيه هالحركه، بنطلع عليه مره اثنين بس بنرجع على المطعم الاساسي اللي بنعرفه يعني. فيعني هذا الحديث عن ماستودون، يعني هو قبل هالحركه كلها فيه عنده تقريبا 500 الف مستخدم، اللي هو يعني ماشي مقارنة، هو بيعتبر صغير، وهلا زادوا ال 500 الف قصوا منهم. هو ايلون ماسك دلهم، يعني ما قال لهم يلي ما انا مبسوط بتويتر يروح على غير محل، قال لهم روحوا على هالتطبيق، يعني حتى دلهم انه روحوا لهونيك. فزاد عدد الاشخاص بعدد وقت قليل، بس هي المنصه يعني منها حاضره تقنيا تستوعب هالقد عدد من الاشخاص، حتى طريقة استخدامها شوي صعبة. يعني هلا على موضوع اللامركزية بيشبه شوي أكثر كيف على واتساب، أنا بعمل جروب وفي يكون الناس عم تنضم على الجروب على الجروب الخاص لإلي، في كمان أعمل أنا ماستودون جهة خاصة لإلي وبعزم الناس إنه يجوا لعندي على هذا الطريق. فبيكون في كيف عندك عدد جروبات بواتساب، بيكون في عدد يعني ضمن المنصة. هيدي ساعتها شو بيعني؟ إذا أنت أنا بالجروب ماني مرتاح بالجروب اللي حضرتك فيه، بروح على غير جروب. أوكي. يعني مش إنه في شخص واحد او هي المؤسسه بيسكر كل شيء. اوكي، طيب برايك هل فعلا يحتاج تويتر لبديل، او هو يعني مبالغ فيها رده الفعل انه عم ننسحب ونروح على منصه ثانيه؟ يعني هل معقول عن جد نوصل لمطرح نقول نحن بطل فينا نضلنا على تويتر؟ تويتر اللي بنعرفه نحن اليوم من هون لسنتين حيتغير بطريقه كامله، يعني تويتر حيكون بنك، يعني نقدر نحن نستعمل مصاري فيه، نستلم مصاري، ندفع مصاري فيه. اكيد هو حكي فيها، يعني هو حكي فيها. واصلا ايلون ماسك يعني اساس مصرياته من مؤسسة اسمها X.com قبل باي بال، يلي هي كانت بنك على الانترنت بالتسعينات، ايام صعبه. هلا التقنيه بتسمح له يعمل اكثر واكثر، وفي معه كمان يعني بالمنصه معه باينانس كمان، حاطين معه 500 مليون دولار يعني بالشروه اللي اشتراها، يعني وهن لهم دور كثير كبير بعالم الكريبتو وتحويل المصاري وهيك، فهن شريك من 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 شركة المؤسسة. يعني بتتوقع انت كخبير بهذا المجال بتتوقع انه تويتر رايح للافضل مش للأسوأ؟ كثير للافضل، لانه عندك حدا يعني بفتره اسبوعين، اقل من اسبوعين، يعني في عنده خدمات موجوده يلي كانت نايمه بالمؤسسه على فتره طويله، اجى هو شطشط فيهم شوي وطلعهم، وهن يعني المؤسسه كبيره كثير وعلى فتره طويله كان فيهم يطلعوا خدمات، هو باسبوعين طلع عدد خدمات كبير. اذا بنكفي بهالطريقه من هون لسنه سنه ونص حيكون في منصه كامله. يمكن هذا السوبر اب اللي هو حكى عنه تتوقع هيك هي يعني هو هيك حابب يعمل، والحلو فيه انه هو هيدي له بمصرياته وبيفهم المصلحه، بده يركب مثل ما هو بده يعني. كمان في حكي كان من قبل مؤسس تويتر والرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي عن تطبيق بلو سكاي، وكمان لمركز بيشبه ماستودون بهالبارت. شو بتتوقع يعني؟ هل هو بس هيدا كمان وراء جاك دورسي؟ يعني يمكن العالم توثق بهيدا التطبيق اكثر، شو توقعاتك؟ هل هو جاك دورسي يعني في احترام كثير كبير له ولشغله ولفريق تفكيره، حتى الموظفين الموجودين بتويتر اليوم
اليوم بيحبوا طريقه تفكيره واتجاهه ومحترم كثير بالعالم التقني من زمان. هلا هو اللي عم يعمله هلا هو عم يعمل نوع من بروتوكول، يعني منا منصه وحده، هي بروتوكول لغير منصات اجتماعيه حابه تستعمله، فحابب انه يكون في تواصل اكثر من عدد منصات، من منصه للثانيه يحكوا مع بعض عن طريق بروتوكوله. فهي منا مش الواحد بينضم لها، يعني البروتوكول بيستعمله غير مؤسسات ليسهل التواصل بين يعني معلوماتك، يعني مش افراد، مش على صعيد افراد، لا بتكون معلوماتك معهم بالمنصه، بس في انت بتختاري شو بيروح لغير منصات، بس هو بروتوكول تقني يلي غير منصات تستعمله. كومبليكيتد شوي يعني نحن كمستخدمين عاديين شوي ما بتفرق معنا، لا ما رح تفرق، حتكون من ورا، حتكون بالخلف، ما حد ما هي اسراري. طيب لنحكي كمان حديثا، صار متى كمان سرحت موظفين 11% من الموظفين او 11000 من الموظفين 13%، وقبلها سبقها تويتر، وفي كمان شركات تقنيه كبرى. اليوم في حديث عن امازون، شو عم بيصير بالمنصات الرقميه؟ يعني نحن كل نهار مقضيين وقتنا على المنصات بس هن عم يخسروا. هلا قدل هالاسبوع صعب للويب 2 اللي هي بيعتبر تويتر وفيسبوك والتصريحات والمشاكل عم تصير، وكمان الويب 3 اللي هو بيعتبر بده يجي بعد الويب 2، فهلا السوق كثير صعب. يعني هلا هالمؤسسات كلها بالاخر كبرت بفتره كثير سريعه، هلا يعني باخر سنتين ثلاثه، ولما تكبر هالمؤسسات بطريقه كثير بسرعه والسوق يتغير، وهلا بعد حنشوف بعد 2023 في حكي كثير السوق حينزل بعد اكثر وهيك، يعني فبدها تترك هالمؤسسات تراجع انه انا هالموظفين كم واحد عندي، شو بدي اعمل، وين المصاري حتجي، وين مصروفي، لا يخففوا شوي لحتى يقدروا يقطعوا هيدي المرحله. يعني اذا كان في مكتب كاجار يتاجر بيتخفف، اذا كان في تزيد جديد بنخفف، بس بخففوا شوي لحتى نتفي ناخذ نفس لنقطع هالسنتين هيك لقدام. يعني والعدد بين الموظفين هذا بيروح، لانه بكل المؤسسات على اهين شيء الموظف نسكره اللي هو الضحيه الاولى، يعني الموظف واجار مكتب اذا مش دافعوا على 3 سنين لقدام كمان بخففوا. يعني قلت لي تحت الهواء رح نضلنا هالسنتين نحكي عن إيلون ماسك، فهيدا حيكون يمكن العناوين الأساسية ببرامجنا المنصات الرقمية، وكمان هو كل ساعة بينزل تغيير جديد، فيعني هيدا اللي حكينا عنه اليوم حتى تاريخ تسجيل هذه الحلقة، بعد ساعة ما بنعرف شو بيصير. هلا من 3 ساعات قال هلا عدد المستخدمين اليوم على تويتر أعلى رقم من سنين، هلا من 3 ساعات حكي إنه في استخدام كثير أعلى لتويتر من قبل. من قبل، يعني هيدي كمان شغلة جديدة صارت معنا. بدي أشكرك كثير خبير تقنيات المعلومات والويب 3 أيمن عيتاني، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.